صبا الشيخ، مديرة العلاقات العامة في القرية الفرعونية. في حياتي عموما بحب ان انا اعمل حاجة مختلفة، تمام؟ فانا فكرت، طبعا انا كنت بحلم ان انا اشتغل في القرية الفرعونية من اول ما زرتها في 2012. كنت بعمل يعني حاجة كده في كنت بنظم حفلة للأماح في القرية، فاول ما دخلت عجبتني القرية جدا واتمنيت ان انا اشتغل فيها. طبعا بعد كذا سنة جت بالصدفة كده ان كانوا طالبين مديرة علاقات عامة، فقدمت في القرية واتقبلت كتايتل مديرة العلاقات العامة. فانا كنت دايما حابه ان انا اعمل في وقت فرحي حاجه جديده ومختلفه ما اتعملتش قبل كده. فقلت طبعا في حاجه اسمها زفاف نوبي، زفاف صعيدي، فانا قلت ان انا عايزه اعيش كدور الملكه والبس الزي الفرعوني وابقى متوجه واعمل زفاف فرعوني. فعرضت الفكره على الاداره ووافقوا، فبدانا بقى الترتيبات بتاعه الفرح، وبدانا ان احنا نعمل اللبس الفرعوني والاكسسوارز بتاعته وايه اللي هيتم. الزفاف الفرعوني مفيش حاجة يعني أساسية في الزفاف معروفة يعني، بس احنا كنا بنحاول ناخد حبة تخيلات من الطقوس اللي ممكن تبقى موجودة أو ايه اللي ممكن يتعمل التخيلات يعني. المفروض ان احنا بنبقى خارجين في موكب كده فرعوني على عجلة حربية في وسط الجست اللي بيبقى موجود أو الزوار الموجودين أو المدعوين، بنبقى متشالين على العجلة الحربية، وبنبقى ماشيين في الموكب الفرعوني، في خدم ماشيين معانا في وسط موسيقى فرعونية. بعد كده بنوصل عند مكان معين، بيجي الكاهن يحيينا، وبعد كده بيبدأ يتوجنا يلبسنا الالتجان. بعد كده بنكمل الموكب وبندخل المعبد. المعبد ده اللي بتتم فيه المراسم بتاعة الزواج الفرعوني. بيبقى موجود الكاهن الأعظم، المفروض بيبقى زي مراسم الكتب الكتاب بتاعتنا يعني، بيقول لنا المواعظ والحاجات اللي هي اللي ممكن الزوج يعملها مع زوجته والحكم والحاجات اللي زي كده. بعد كده بيكتب لنا وثيقة الجواز على ورقة البردي وبيسلمها لنا أنا والملك اللي هو الزوج يعني. بعد كده بندخل لبيت الغني اللي هو بيتنا إحنا يعني. الأعراق كانت مختلفة، كان في ناس فرحانة جدا إن احنا بنحاول نعيد نلقي الضوء شوية على الحضارة المصرية القديمة وإزاي كانوا بيحتفلوا بحفلات الزفاف وإزاي المراسم كانت بتتم، وفي ناس تانية كانت معترضة وشايفة إن ده لأ، حاجة مش محببة أو مش محبذة عند كتير من المصريين. بس احنا قدرنا إن احنا نسلط الضوء على حاجة مهمة من الحضارة الفرعونية. لأ، عندنا طقوس الناس يعني مهملة شوية، بس قلنا للناس خلي بالكم وتعالوا نعرفها من أول وجديد، زي ما في فرح نوبي وفرح صعيدي وفرح غربي وفرح كذا، لا في عندنا أفراح مصرية قديمة، تعالى نعيدها تاني ونعمل حاجة مختلفة، بلاش حاجة تقليدية زي كل يوم. لا، هو بصراحة احنا كان الحاجة المجنونة اللي عملناها اللي هي الزفاف الفرعوني ده، ناس كتير ما كانتش مصدقة وكانت ان شايفاه ان هو شو، بس احنا فعلا ممكن بعد كده ان شاء الله نعمل اسبوع على الطريقة الفرعونية، وهيبقى فكرة جديدة ان شاء الله. برضو الهدف منها تعريف الناس بالحضارة المصرية القديمة. النهارده يوم الزفاف اللي هو بقى الزفاف بتاعنا المعروف. لكن اللي كان من كام يوم ده زفاف فرعوني برضو، هو زفاف حقيقي، مش حاجة مقلدة خالص، لا هو زفاف حقيقي واحنا متجوزين بجد.